نشرة الأخبار. في إطار تفعيل الاتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية العامة للضرائب والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرباط، وتماشيا مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، قام فريق عمل المديرية العامة للضرائب بأول زيارة ميدانية للمؤسسة التعليمية المنظرة الجميلة. وفي استقبالهما السيد مدير المؤسسة والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرباط ورئيسة مصلحة التواصل بالمديرية ونائبتها، تأتي هذه الزيارة الميدانية لمؤسسة المنظر الجميل والتي تستهدف الأطفال أو تلاميذ المؤسسة التعليمية لتشرح لهم مبدأ الضريبة بشكل بسيط وتربوي بمساعدة شريط فيديو وكتيب وملصق، كما أنه يمكن استعمال هذه الوسائل من طرف المعلمين في إطار درس المواطنة الضريبية من أجل التحسيس بالمواطنة الجبائية، وذلك بتدخل كل فرقاء القطاعات وتبادل هذا النمط التربوي الدراسي لتعزيز النشئة بكونها واجب وطني وأحد مظاهر التضامن الاجتماعي. في إطار اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للضرائب والمديرية الإقليمية التابعة لوزارة التعليم بالرباط، وتماشيا مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، قام فريق عمل المديرية العامة للضرائب بأول زيارة ميدانية لمؤسسة المنظر الجميل، الهدف منها تبسيط مفهوم الضريبة كواجب وطني للناشئة وتحسيسهم بالمواطنة الجبائية. هذه أول تجربة، وغادي تكون زيارات أخرى تمت برمجتها برسم السنة الدراسية 2019-2020 بمؤسسات تعليمية ابتدائية وإعدادية أخرى. هذا اللقاء عرف تفاعل التلاميذ مع فريق عمل المديرية العامة للضرائب وعرضهم المقدم لهم بطريقة سلسة وسهلة الفهم ومرحة، بالاعتماد على الأساليب التعليمية الموازية الأخرى للنسق التعبيري كالفيديو التعريفي والكتيبات وملصقات، بالإضافة إلى لعبة مدينتي لإذكاء المواطنة الجبائية. وتم توزيع شرائح تخزين للتلاميذ فيها معطيات عن الضريبة والفيديو التعريفي ولعبة مدينتي لتحميلها على الحواسيب. نشرة الأخبار.